Marin Shebe Modern Tadfim Brevel Bustani Van Aidif Nodifudim Ben Choice O Ben Noto Ben Sudirisos Bechres O Jeffer Escape as in a room A fair voice in air of Farahin of Shopting FTS Wearing of Teed in Event and Sherry at all Ayin o no sayen sovon Marin tiho erif o bosen te vari hirun Chem bai so vayim no tirun te benon Chen evini jevi ben dukratu Rip shoy si ben no ti Gros efexasti Evni bepshoyes evnoti bendukratu refiotim benshoyes o bennoto bensudirisus bechrestus nashkorak ala kulla hal wa min agli kulla hal wa fi kulli hal لأنك صدرتنا وعدتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعطتنا وأتيت بنا أين هذه الساعة اطلبوا لك ارحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا من أجل هذا نسأل ونطلب من صنعك يا محب البشر امنحنا يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام إن مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو Be prosefkis tasite. Ereni basi. Aidan fennas ala Allah tabitar. Kun aba rabbina alana wa mukhalisna. Ayasu al masi. Nasa natlub min salahak ya muhib al bashar. اذكر يا ربي مرضى شعبك اطلبوا عن ابانا وخطنا المرضى بكل مرض ان كان في هذا المسكن او بكل موضع
لكي المسيح إلهنا ينعم علينا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا. تعهدهم بالمراحم والرافات اشفيهم، انزع عنهم وعن كل مرض وكل سقم وروح الأمراض اطردهم. الذين أبطأوا مطروحين في الأمراض أقمهم وعزهم، والمعذبين من أرواح النجسة اعتقهم جميعا. الذين في السجون والمطابق أو الذين في النفي أو السبي والمقبوض عليهم في عود مر، يا رب اعتقهم جميعا وارحمهم، لأنك أنت لست حل المربوطين وتقيم الساقطين. رجاء من ليس له رجاء، معين من ليس له معين، عزاء صغير قلوبنا الذين في العاصف. كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطيها برحمة، أعطيها نياحاً، أعطيها برودة، أعطيها معونة، أعطيها خلاصاً، أعطيها غفران خطاياها وآثام. احنا أيضاً أب أمراض نفوسنا اشفيها، والتي لا أجسادنا عافيها، يا الطبيب الحق الذي أنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصي. أسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، أسكر أبانا أخوتنا المسافرين. أطلبوا عن أبانا أخوتنا المسافرين الذين يدمرون السفر في كل موضع، لكي يسهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحر أو الأنهار أو البحيرات أو الطرق المسلوكة، والمسافرين بكل نوع، لكي المسيح إلهنا يردهم إلى مساكنهم سالمين ويغفر لنا خطايانا. الذين يضمرون السفر في كل مكان سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار أو الأنهار أو البحيرات أو الطرق المسلوكة أو الجو أو السالكين بكل نوع، تفضل يا رب اصحبهم في الإقلاع واصحبهم في المسير، ردهم إلى زويهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في العمل صالح، ونحن أيضا يا رب غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضر ولا عاصف ولا قلق إلى الانقضاء. أسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر وخاب الصعايد والقرابين وتشكرات الذين قربوا كرام ومجدا لإسمك القدوس. أطلبوا عن المهتمين بالصعايد والقرابين والبكور والزيوت والبخور والسطور وكتب القراءة وأوان المذبح، لكي المسيح إلهنا يكافئهم في أورشليم السمائية ويغفر لنا خطايانا. اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السماء رائحة بخور تدخل عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين، كما قبلت لي قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة، هكذا أيضا نذور عبيدك. اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل، الخافيات والظاهرات، والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين، أعطيهم الباقيات عوضا عن الفانيات، السمائيات عوضا عن الأرضيات، الأبديات عوضا عن الزمنيات، بيوتهم ومخازنهم لا من كل الخيرات. أحيطهم يا رب قوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار، كما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر، لا تتركهم عنك. Thank you.
قدوس قاو قدوس حي لزموت لزودان عزرا حمنا قدوس الله قدوس قاو قدوس حي لزموت لسبعنا حمنا قدوس الله قدوس قاو قدوس حي لزموت لقام الأموات سعد السموات حمنا المجد الأب والابن العقدس الآن كلان وضدور أمين أي سلوس قدوس حمنا أي سلوس قدوس حمنا أي سلوس قدوس حمنا يا رب اغفر خطايانا يا رب اغفر أسامنا يا رب اغفر زلاتنا يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيه من جسمك القدوس أبانا خطنا الذين أقضي يا رب نعي نفوسهم يا من هو بالخطيئة رب ارحمني يا من بالخطيئة رب عنا قبضت الباطنة ليك لأن لك المجد عز تقديس مثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين اللهم اجعلنا مستحقين قلوب شكر سيدي صلواتنا ابنك حبيب لك فلنا خطايانا سأل رب عنا لسنا رحمة مع نفوسنا اغفر لنا خطايانا اشفع فينا أمام المسيح على زوجتي كان ملعنا مغفر خطايانا تنتي هواري بن مفتي أوتي بروستاتي سيتن هود نارم بن شويسيس بخريستوس انتي فكاني نوبي ناني بو اسمعنا باركنا
وعيننا. وارفع غضبك عنا وافتقدنا بخلاصك، واغفر لنا خطايانا نبوات يوم الجمعة من الأسبوع الثالث من الصوم المقدس. بركات على جميعنا، أمين. من سفر التثنية لموسى النبي بركة مقدسة معنا، أمين. أذكر لا تنسى كيف أسخط الرب إلهك في البرية، ومن اليوم الذي خرجت فيه من أرض مصر حتى أتيتم إلى هذا المكان كنتم تقاومون الرب، حتى في حوريب أسخطتم الرب، فغضب الرب عليكم ليبيدكم. حين صعدت إلى الجبل لأخذ لوحايا الحجر، لوحايا العهد الذي قطعه الرب معكم، أقمت في الجبل 40 نهاراً و40 ليلة لآكل خبزاً ولا أشرب ماء. وأعطاني الرب لوحي الحجر المكتوبين بإصبع الله، وعليهما مثل جميع الكلمات التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع. وفي نهاية 40 نهاراً و40 ليلة لما أعطاني الرب لوحي الحجر لوحي العهد، قال الرب لي: قم انزل عاجلاً من هنا، لأنه قد فسد شعبك الذي أخرجته من مصر. زاغوا سريعا عن الطريق التي أوصيتكم، صنعوا لأنفسهم تمثالا مسبوكا. قال الرب لي: رأيت هذا الشعب، وإذ هو شعب صلب الرقبة، اتركني فأبيدهم وأمحو اسمهم من تحت السماء وأجعلك شعبا عظيما وأكثر منهم. فانصرفت ونزلت من الجبل، والجبل يشتعل بالنار ولوح العهد في يدي. فنظرت وإذ أنتم قد أخطأتم إلى الرب إلهكم، وصنعتم لأنفسكم عجلا مسبوكا، وزغتم سريعا عن الطريق التي أوصاكم بها الرب. فأخذت اللوحين وطرحتهما من يدي وكسرتهما أمام أعينكم. ثم سقطت أمام الرب كالأول 40 نهاراً و40 ليلة لآكل خبزا ولا أشرب ماء، من أجل كل خطاياكم التي أخطأتم بها بعملكم الشر أمام الرب لإغاظته، لأني فرخت من الغضب والغيظ الذي سخطه الرب عليكم ليبدكم. فسمع لي الرب تلك المرة أيضا، وعلى هارون غضب الرب جدا ليبيده، فصليت أيضا من أجل هارون في ذلك الوقت. وأما خطيئتكم العجل الذي صنعتموه فأخذته وأحرقته بالنار ورددته وطحنته جيدا حتى نعم كالغبار، ثم طرحت غباره في النهر المنحدر من الجبل. وفي تبعيرة ومسة وقبروت وهتأة أسخطتم الرب. وحين أنصركم الرب من قادش برنيع قائلا: اصعدوا امتلكوا الأرض التي أعطيتكم، عصيتم قول الرب إلهكم ولم تصدقوه ولم تسمعوا لقوله، قد كنتم تعصون الرب منذ يوم عرفتكم. فسقطت أمام الرب 40 نهاراً و40 ليلة التي سقطتها، لأن الرب قال أنه يهلككم. وصليت للرب: يا سيد الرب، لا تهلك شعبك وميراثك الذي فديته بعظمتك الذي أخرجته من مصر بيد شديدة. أذكر عبيدك إبراهيم وأسحاق ويعقوب، لا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب وإثمه وخطيته، لألا تقول الأرض التي أخرجتنا منها، لأجل أن الرب لم يقدر أن يدخلهم الأرض التي كلمهم عنها، ولأجل أنه أبعدهم وأخرجهم ليميتهم في البرية، وهم شعبك وميراثك الذي أخرجته بقوتك العظيمة وبذراعك الرفيعة. وفي ذلك الوقت قال لي الرب: انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، وصعد إلي إلى الجبل واصنع لك تابوتا من خشب، فأكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما وتضعهما في التابوت. فصنعت تابوتا من خشب الصنط، ونحت لوحين من حجر مثل الأولين، وصعدت إلى الجبل واللوحان في يدي. فكتبت على اللوحين مثل الكتابة الأولى الكلمات العشر التي كلمكم بها الرب في الجبل من وسط النار في يوم الاجتماع، وأعطاني الرب إياها. ثم انصرفت ونزلت من الجبل ووضعت اللوحين في التابوت الذي صنعت، فكان هناك كما أمرني الرب. وبنو إسرائيل ارتحلوا من أبار بني عقان إلى موسير، وهناك مات هارون وهناك دفن، فكان أليعازر ابنه عوضا عنه. فكهن أليعازر ابنه عودا عنه. ومن هناك ارتحلوا إلى جدجاد، ومن جدجاد إلى يطباط أرض أنهار ماء.
وفي ذلك الوقت أفرز الرب سبط لاوي ليحملوا تابوت عهد الرب وليقفوا أمام الرب وليخدموه ويباركوا باسمه إلى هذا اليوم. لأجل ذلك لم يكن للاوي قسم ولا نصيب مع أخوته، الرب هو نصيبه كما كلمه الرب إلهك. وأنا أمكث في الجبل كالأيام الأولى 40 نهارا و40 ليلا وأسمع الرب، وسمع الرب لي تلك المرة أيضا، ولم يشأ الرب أن يهلكك. ثم قال لي الرب: قم اذهب للارتحال أمام الشعب فيدخلوا ويمتلكوا الأرض التي حلفت لأبائهم أن أعطيهم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا للأبد أمين. من صموئيل النبي بركاته على جميعنا أمين. فذهب شاول عن جانب الجبل من هنا، وداود ورجاله عن جانب الجبل من هناك. وكان داود يفر من في الذهاب من أمام شاول، وكان شاول ورجاله يحاطون داود ورجاله ليأخذوهم. فجاء رسول إلى شاول يقول: أسرع واذهب لأن الفلسطينيين قد اقتحموا الأرض. فرجع شاول عن أتباع داود وذهب للقاء الفلسطينيين، لذلك دعي ذلك الموضع صخرة الزلقاد. وصعد داود من هناك وأقام في حصون عين جدي. ولما رجع شاول من وراء الفلسطينيين أخبروه وزى داود في برية عين جدي. فأخذ شاول 3,000 رجل منتخبين من جميع إسرائيل، وذهب يطلب داود ورجاله على صخور الوعول، وجاء إلى حظائر الغنم التي في الطريق، وكان هناك كهف. فدخل شاول لحاجة له، وداود ورجاله كانوا جلوسا في مؤخرة الكهف. فقال رجال داود له: هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب: ها أنا أدفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك. فقام داود وقطع طرف جبة شاول سرا. وكان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول. فقال لرجاله: حاش لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي بمسيح الرب، فأمد يدي إليه لأن مسيح الرب هو. فوبخ داود رجاله بالكلام ولم يدعهم يقومون على شاول. وأما شاول فقام من الكهف وذهب في طريقه. ثم قام داود بعد ذلك وخرج من الكهف ونادى وراء شاول: يا سيد الملك. ولما التفت شاول إلى وراءه خر داود على وجهه إلى الأرض وسجد. وقال داود لشاول: لماذا تسمع كلام الناس القائلين هوذا داود يطلب أذيتك؟ هوذا قد رأت عيناك اليوم؟ هذا كيف دفعك الرب ليدي في الكهف وقيل لي أن أقتلك؟ ولكنني أشفقت عليك وقلت: لا أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيح الرب هو. فانظر يا أبي انظر أيضا طرف جبتك بيدي. فمن قطع طرف جبتك وعدم قتلي إياك، أعلم وأنظر أنه ليس في يدي شر ولا جرم، ولم أخطئ إليك وأنت تصيد نفسي لتأخذها. يقضي الرب بيني وبينك وانتقم للرب منك، ولكن يدي لا تكون عليك. كما يقول مثل القدماء من الأشرار يخرج شرا، ولكن يدي لا تكون عليك. وراء من خرج ملك إسرائيل، وراء من أنت مطارد، وراء كلب ميت، وراء برغوت واحد، فيكون الرب الديان ويقضي بيني وبينك، ويرى ويحاكم محاكمتي وينقذني من يدك. فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام إلى شاول قال شاول: أهذا صوتك يا ابني داود؟ ورفع شاول صوته وبكى. ثم قال لداود: أنت أبر مني لأنك جازيتني خيرا وأنا جازيتك شرا، وقد أظهرت اليوم أنك عملت بي خيرا لأن الرب قد دفعني بيدك ولم تقتلني. فإذا وجد الرجل عدوه فهل يطلقه في طريق خير؟ فالرب يجازيك خيرا عما فعلته لي اليوم هذا. والآن فإني علمت أنك تكون ملكا وتثبت بين يديك مملكة إسرائيل، فأحلف لي الآن بالرب أنك لا تقطع نسلي من بعدي ولا تبيد اسمي من بيت أبي. فحلف داود لشاول. ثم ذهب شاول إلى بيته، وأما داود ورجاله فصعد إلى الحصن. مجدا للثالوث القدوس إلهنا إلى الأبد الأبدين آمين كلها آمين.
من أشعياء النبي بركات المقدسة تكون معنا أمين. أقيموا راية على جبل أقرع، ارفعوا صوتا إليهم، أشيروا باليد ليدخلوا أبواب العتاة. أنا أوصيت مقدسي ودعوت أبطالي لأجل غضبي مفتخري عظمتي. صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين، صوت ضجيج ممالك أمم مجتمعة. رب الجنود يعرض جيش الحرب، يأتون من أرض بعيدة من أقصى السماوات. قربوا أدوات سخطه ليخرب كل الأرض. والولوا لأن يوم الرب قريب قادم كخراب من القادر على كل شيء. لذلك ترتخي كل الأيادي ويذوب كل قلب إنسان، فيرتعون تأخذهم أجوجاع ومخاض، يتلوون كوالدة، يبهتون بعضهم إلى بعض، وجوههم وجوه لهيب. هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو وغضب، ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها. فإن نجوم السماوات وجبابرتها لا تبرز نورها، وتظلم الشمس عند طلوعها، والقمر لا يلمع بضوءه. وأعاقب المسكون على شرها، والمنافقين على إثمهم، وأبطل تعظم المستكبرين، وأضع تجبر العتاة، وأجعل الرجل أعز من الذهب الإبريز، والإنسان أعز من ذهب أوفير. لذلك أزلزل السماوات وتتزعزع الأرض من مكانها في سخط الرب الجنود وفي يوم حمو وغضبه. مجدا للثالوث القدوس إلهنا للأبد آمين. من أيوب الصديق بركاته على جميعنا آمين. فأجاب إليفاز التيماني وقال: ألعل الحكيم يجيب عن معرفة باطلة ويملأ بطنه ريحا شرقية فيحتاج بكلام لا يفيد وبأقوال لا ينتفع بها؟ أما أنت فتنافي المخافة وأكملت الكلام هكذا أمام الله، فإن اسمك علم فمك وأنت تؤثر فم المكرين. إن فمك هو يستذنبك، لا أنا، وشفتيك تشهدان عليك. ألعلك ولدت قبل كل إنسان أم كونت قبل التلال؟ ألعلك سمعت أسرار الله أم بلغت إليك الحكمة؟ ما الذي تعلمه أنت ولا نعلمه نحن؟ أو ماذا تفهم أكثر منا؟ ألعلك شيخ أقدم منا وأكبر سنا من أبيك؟ أيسير عود خطاياك يؤدبك قليلا؟ لقد أكثرت الكلام. علام يستهوي قلبك ولماذا تخترق عيناك حتى تتكلم بغضب أمام الله وتخرج كلاما هكذا من فمك؟ من هو الإنسان حتى يسكو ومولود المرأة حتى يتبرر؟ ها إن قدسي لا يأتمنهم وسموات غير طاهرة وأمامه. فكم بالحري الإنسان الرجس الفاسد الذي يشرب الإثم كالماء. إني أخبرك فاسمع لي، وبما رأيت حدثك وبما أخبر به الحكماء عن أبائهم ولم يكتموه. الذين لهم وحدهم أعطيت الأرض ولم يدخل بينهم غريب. المنافق يتململ كل أيام حياته، وسنون معدودة أدخرك للجائر. صوت الأهوال في أذنيه، وفي ساعة السلام يفاجئه المخرب. لا يأمن أن يخرج من الظلمة، وعيناه تركب السيف. يهيم في طلب الأطعمة، فإنه يعلم أن يوم الظلام معد له. يرهبه الضر ويدركه الضيق كملك مستعد للقتال، لأنه مد على الله يده وعلى القدير تجبر. أغار عليه بعنق متصلبة تحت أوقاف مجنة الغيظ، وقد كسى السمن وجهه وغش الشحم كليتيه. فاستوطى المدن الخربة بيوتا غير مسكونة، عن قليل ستكون رجما. لا يستغني ولا تثبت ثروته ولا يمتد في الأرض مقتناه. لا تبرح الظلمة ومراعيه تيبس السموم وينتسر زهره وبنفخ فمه يزول. لا يتكل على السوق فإنه يضله، ويكون السوق إجرته. يبيده قبل يومه وسعفه لا يخضر. يتساقط كالجفن حصرمه وينتثر كالزيتون زهره، لأن جماعة المنافقين عقيمة وأخبية الرشوة تأكلها النار. حبل بالتناهد وولد الإسم وبطنه انشأت الغش. مجدا للثالوث القدوس الآن وإلى الأبد آمين.
من يشوع بن سراخ بركته علينا امين. يا بني ان اقبلت لخدمه الرب فاثبت على البر والتقوى واعدد نفسك للتجربه. ارشد قلبك واحتمل، امل اذنك واقبل اقوال العقل ولا تعجل في وقت النوائب. انتظر بصبر ما ينتظر من الله، لازمه ولا تتردد لكي تزداد حياه في يوم اخرك. مهما نابك فاقبله وكن صابرا على صروف اتضاعك، فان الذهب يمحص في النار والمرضيين من الناس يمحصون في اتون الاتضاع. امن به فينصرك، قوم طرقك وتوكل عليه، احفظ مخافته وابقى عليها في شيخوختك. ايها المتقون للرب انتظروا رحمه، رحمته ولا تحيدوا ولئلا تسقطوا. ايها المتقون للرب امنوا به فلا يضيع اجركم. ايها المتقون للرب ترجوا الخيرات والسرور الابدي والرحمه. ايها المتقون للرب احبوه فتستنير قلوبكم. انظروا الى الاجيال القديمه وتاملوا، هل توكل احد على الرب فخزى وثبت في على مخافته فخزل، او دعاه فاهمل؟ فان الرب رؤوف رحيم يغفر الخطايا ويخلص في يوم الضيق. ويل للقلوب الهيابة والأيدي المتراخية وللخاطئ الذي يمشي في طريقين. ويل للقلب المتواني إنه لا يؤمن ولذلك لا حماية له. ويل لكم أيها الذين فقدوا الصبر وتركوا الطرق المستقيمة ومالوا إلى طرق السوء. فماذا تصنعون يوم افتقاد الرب؟ إن المتقين للرب لا يعصون أقواله والمحبين له يحفظون طرقه. فإن المتقين للرب يبتغون مرضاته والمحبين له يمتلؤون من الشريعة. إن المتقين للرب يهيئون قلوبهم ويخضعون أمامه نفوسهم. إن المتقين للرب يحفظون وصاياه ويصبرون إلى يوم افتقاده قائلين إلا لمن نتب نقع في يد الرب لأن لا في أيدي الناس، لأن رحمته على قدر عظمته. بنو الحكمة جماعة الصديقين وذريتهم أهل الطاعة والمحبة. يا بني اسمعوا أقوال أبيكم، يا بني اسمعوا أعمال أقوال أبيكم واعملوا بها لكي تخلصوا. فإن الرب قد أكرم الأب في الأولاد وأثبتوا حكم وأثبت حكم الأم في البنين. من أكرم أباه فإنه يكفر خطاياه، يمتنع عنها ويستجاب له في الصلاة كل يوم. مجدا للثالوث الأقدس أمين. تفضل المطنيات. إكلينو من تونا أناستو مين إكلينو من أناستو مين أيها الطويل أنا الكثير الرحمة الحقيق بسؤالاتنا وطلباتنا قبل تهلاتنا وطلباتنا واعترافنا على مذبحك المقدس الغير الدنس فلنستحق سماع أناجيلك المقدسة ونحفظ وصاياك وأوامرك ونثمر فيها بمئة وستين وثلاثين بالمسيح يسوع ربنا. صلوا من أجل الأحياء. اذكر يا رب مرضى شعبك افتقدهم بالمراحم والرافات اشفيهم. صلوا من اجل المرضى. اذكر يا رب ابانا اخواتنا المسافرين ردهم الى اوطانهم بسلامه وعافيه. صلوا من اجل المسافرين. اسكر رب هوت السماء وثمرات الارض باركها. صلوا من اجل الهواء الصالح وثمرات الارض. اسكر رب مياه النهر باركها صيدك مقدارها كنعمتك. صلوا من اجل صعود مياه الانهار وارتفاع مقدارها. اسكر رب الزروع والعشب نبات الحقل في هذه السنه باركها. صلوا من اجل الامطار الصالحه ومزروعات الارض. أنا استومينك.
اذكر رب خلاص الناس والدواب. صلوا من اجل نجاة الناس والدواب. اذكر رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع كل ديارات ابانا الارثوذكس. صلوا من اجل خلاص العالم. اذكر رب رؤسائنا محب المسيح. صلوا من اجل رؤسائنا محب المسيح. اكلينو من أناستو من إكلينو أناستو من إكلينو أذكر رب المسبيين نجيهم جميعا. صلوا من أجل المسبيين. أذكر رب أبانا أخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان الأرثوذكس نيح نفوسهم أجمعين. صلوا من أجل المتنيحين. أذكر رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل الصعائد والقرابين. إكلينو من أنا أستومين إكلينو من أنا أستومين أذكر رب المتضايقين في الشدائد والضيقات خلصوا من جميع شدائدهم. صلوا من أجل المتضايقين. أذكر رب موعوز شعبك ارحمهم. صلوا من أجل الموعوزين. ثبتهم في الإيمان بك بكل بقية عبادة الأوثان انزعها من قلوبهم ناموسك خوفك حقوقك أوامرك المقدسة ثبتها في قلوبهم. أعطي من يعرف ثبات الكلام الذي وعظ به وفي الزمان المحدد فليستحق حميم الميلاد الجديد لغفران الخطايا. استعدهم هيكل الروح القدوس. صلوا جميعا يا رب. Ebe brosav ki stasite سيد رب يسوع المسيح لنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا لا نبيا وابرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. نسحق أن نسمع نعمل بأنجنك المقدسة بطلبات قديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. اذكر أيضاً يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وضراعاتنا التي نرفع إليك أيها الرب لنا الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجانا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا. Stasite metavovosio akosomen to agio evangelio smara
قفوا بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوق البشير. بركاته على جميعنا، امين. شوي سو بنت وبن سوتير بنور تيرين يسوس بريسوس بشيرين بنوتي اتون بيهو نفشاين بيوفا من مزامير وتراتيل معلمنا داود النبي. بركاته على جميعنا، امين. لانك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع صفيك ان يرى فسادا، قد عرفتني طرق الحياه. مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، أمين. ودنا إليه قوم من الزنادقة الذين يقولون بعدم القيامة، وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لرجل أخ وله امرأة ومات عن غير ولد فليأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه، وكان سبعة إخوة، أخذ أولهم امرأة ومات من غير ولد، فأخذ الثاني المرأة ومات من غير ولد، ثم أخذ الثالث وكذلك السبعة ولم يخلفوا نسلا وماتوا، وفي آخر الكل ماتت المرأة أيضا، ففي القيامة لمن منهم تكون المرأة؟ لأن السبعة اتخذوها امرأة. فقال لهم يسوع: إن أبناء هذا الدهر يزوجون ويتزوجون، وأما الذين استحقوا الفوز بذلك الظهر وبالقيامة من بين الأموات فلا يزوجون ولا يتزوجون ولا يمكن أن يموتوا بعد، لأنهم مساوون الملائكة وهم أبناء الله لكونهم أبناء القيامة. فأما إن الموت يقومون فقد بينهم موسى أيضا في أمر تعليقة، إذ قال لهم: إن الرب هو إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وهو ليس إله أموات وإنما هو إله أحياء، لأن الجميع يحيون له. يا أبانا الذي في السماوات، كيف راسي من تكيرك لناتي روز خبين ثمة فوفو، أمين. إيريني باسي أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل آلام المقدسة، الذي نفخ في وجه تلاميذ القديسين ورسل المكرمين قائلا: اقبل الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت، ومن امسكتموه عليهم امسكت. فانت رب نعمت الذين في الكهنوت في كنيستك المقدسه في كل زمان ان يغفروا خطايا الارض وان يربطوا ويحلوا كل ربطات الذنوب. نسالهم من صلاحك يا محب البشر عبيدك ابائي واخواتي وضعفي هؤلاء المنحنين برسهم وجهك المقدس، ارزقنا رحمتك ويقطع كل ربطات خطايانا
إن كنا قد فعلنا شيئا بعلمنا أو بغير علم أو بالفعل أو بالقول أو بجزع القلب، أنت كصالح ومحب البشر اللهم إنعم لنا بغفران خطايانا، باركنا حالنا طهرنا املأنا من خوفك، قومنا إرادتك المقدسة، لأن لك المجد والإكرام والعز والسجود الآن وكل أوان وضعت كل آمين. Christus بنوتي يا ملك السلام أعطنا سلام قرر لنا سلام قف لنا خطانا جسوك تتيبونا بيونا بسمونا بأماي شايني أمين. اللهم اجعلنا مستحقين كل شكر يا أبانا الذي في السماوات القدس. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعا. يا حامل الله يا حامل خطية العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا امين. يا ليسون
الله. السباقوت السماء والأرض متانو حمنا يا الله لا يبدا بتكون أي الثالث قدس حمنا يا رب لا القوات كن معنا ليس لنا معين في شأتنا سواك حلو أفرس فحلو أنساتنا لسنا نابرتنا لسنا نابرت لا تفعلنا معرفة تفعلنا معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرنا جسم قدوس رحمتك يا رب وليس خطانا يا أبانا الذي في السماوات اسمك ليأتي ملكوتك من شأتنا مجداً وإكراماً إكراماً ومجداً للثالوث القدوس الأب والابن والروح القدس سلاماً وبنياناً لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أسكن رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقديماتنا والذين قدموها يا رب ارحم. بانوتي فنؤكي ثرى أري إفم
نبي ابچون سنداوي نمت و متر مراف شتمس آلي هني فراني مفيوت نمي بشيرنا مبنى مايثم وبنوتي نوتي في سمارة وتنجيف نوتي فيوت ببان تكراتور أمين Blessed be His only begotten Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Ephes maraot in jebeb nevmaeth oweb embarak leton. Tira agios, esios agios, en evnem magion amin, flogitos kyrios, etios ostos, ionas amin, nes nostirus moi pshois, mares moi rofin genileus, tirus jabif naitagru, erigon otem et menti pshois, shopsha, en amin, hallelujah. Sebetrike, erioke, agiob nemmati, Lil Ebe brasav kistas ite Ereni basi Etobne umati Fennashkur sani al khayrat al rahum Allah Aba Rabbina alana wa mukhalisna يسوع المسيح لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا لي شفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة إن سبؤون مارنته إرب هبوزن تباره إيرون خيم بايسا وفايم نواتيرون تبن أون خين ربين جبيبا ذكراتو Ureb shoy sibenoti prosi fikistasti evni beb shoy sibenoti bandokrator if you tim ben shoy sibenoto ben suti reso Os bechresos nashkorok Ala kulli hal Wa min agli kulli hal Wa fi kulli hal Lannak satartina wa antina Wa hafaztina wa qabiltana ilik Shafaqta alayna wa addatina Wa tayta bina إلى هذه الساعة اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام إن مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافيين والظاهرين انزع عنا وعن سائر شعبك
وعن هذه المائدة والمضيق المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى كل قوات العدو. السماء باركهما وقدسهما Magnagos, je orominim oromi avshobi enchi, o woen tobetit shusi avhi senti emos shaini, alleluia. Eklenumenton, anastomin eklenumenton, ki anastomin eklenumenton. عبيدك يا رب خدام هذا اليوم اخوات الشمس والشعب واضعف يكونوا محالة لي من فم الثالث وقدوس الاب والابن والروح القدس فم الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه افواه الاثنى عشر رسولا فم ناظر اله الانجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطير القديس ساويرس ومعلمنا ديسقورس والقديس اثناسيوس الرسولي والقديس بطرس الكاهن والشهيد ورئيس الكهنه قديس يوحنا الذهبي الفم قديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس من أفواه 318 مجتمعين بنيقيا والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسس فما بين المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس الثاني فما حقارتي لأنه مبارك من مجد اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا ظهر الدور كلها آمين.
البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول العبرانيين، بركاته على جميعنا أمين. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى وبرهان بأمور لا ترى. به شهد الشيوخ بالإيمان نفهم أن الظهور أتقنت بكلمة الله حتى أن المنظورات صنعت من غير المنظورات. بالإيمان قرب هابيل لله ذبيحة أفضل من قايين، وبه شهد له أنه بار شهد الله لتقدماته، وبه وإن مات لم يزل يتكلم. بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد بعد، لأن الله نقله، لأنه من قبل نقله شهد له بأنه قد أرضى، شهد له بأنه قد أرضى الله. وبغير إيمان لا يستطيع أحد أن يرضي الله، لأن الذي يدنو إلى الله يجب عليه أن يؤمن بأنه كائن، وأنه يجازي الذين يبتغونه. بالإيمان نوح لما أوحي إليه عن أمور لم ترى بعد اتقى، فبنى لخلاص أهل بيته تابوتا دان به العالم، وصار وارثا للبر الذي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعي أن يخرج إلى الموضع الذي كان له أن يأخذه ميراثا فخرج لا يدري إلى أين يتوجه. نعمة الله الآب فلتكن معنا جميعا يا أبائي وأخواتي، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يهوذا بركاته علينا آمين. أما أنتم أيها الأحباء فأذكروا الأقوال التي نطق بها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، الذين قال لكم أنه سيكون في آخر الزمان إناس مستهزئون يسلكون في النفاق على حسب شهواتهم. هؤلاء هم معتزلون بأنفسهم، حيوانيون ليس لهم الروح. أما أنتم أيها الأحباء فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس مصلين في الروح القدس. احفظوا أنفسكم في محبة الله منتظرين رحمته، رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية. فبكتوا بعضكم مما قضى عليهم، وخلصوا بعضا وأنقذوهم من النار، وارحموا بعضا بخوف مبغضين حتى اللباس المدنس من الجسد. وللقادر أن يحفظكم من الذلة ويحضركم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج. الإله وحده مخلصنا يسوع المسيح ربنا له المجد والجلال والعز والسلطان قبل الدهور كله والآن وإلى جميع الدهور، آمين. لا تحب العالم والأشياء التي في العالم.
الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار الحواريين المشمولين بنعمة روح القدس بركاتهم تكون معنا آمين. ولما علم بولس أن قسم منهم صدقيون والقسم الآخر فريسيون صاح في المحفل: أيها الرجال الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، وأنا على رجاء وقيامة الأموات أحاكم. فلما قال ذلك وقع اختلاف بين الفريسيين والصدقيين وانشقت الجماعة، فإن الصدقيون يقولون ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، أما الفريسيون فيقرون بذلك كله. فحدث صياح عظيم، وقام كتب من قسم الفريسيين واتفقوا يخاصمون قائلين: إن لا نجد في هذا الرجل شرا، فإن كان قد كلمه ملاك أو روح فماذا لنا؟ فلما اشتد الاختلاف أشفق قائد الألف أن يفسخوا بولس، فأمر الجند أن ينزلوا ويختطفوه ويأتوا به إلى المعسكر. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق، فإنك كما شهدت بمالي في أورشليم كذلك ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في بعث الله المقدس. أمين. العشرون من شهر برمهات المبارك أحسن الله انقضاءه، عاد علينا وعليكم في هدون واطمئنان مغفري الخطايا والسيئات من قبل مراحم الرب، فلترحمنا وترحمكم جميعا يا أبائي وأخوتي. آمين. في مثل هذا اليوم نياحة القديس البابا خائيل الثالث البطريرك السادس والخمسين من بطاركة الكرازة المرقسية، وأيضا تذكار إقامة لعازر حبيب الرب من الموت. في مثل هذا اليوم من سنة 623 للشهداء 907 ميلادية تنيح الأب القديس البابا خائيل الثالث البطريرك السادس والخمسون من بطاركة الكرازة المرقسية. ترهب هذا القديس بدير القديس مكاريوس ببرية شيهيت وصار سيرة فاضلة. ولما تنيح البابا شنودة الأول اجتمع رأي الأساقفة والكهنة والأراخنة على اختياره بطريركا، فرسموه يوم 30 برمودة سنة 596 للشهداء 880 ميلادي. وقد نالت هذا الأب شدائد كثيرة من الحكام، كما حدثت وشاية ضده عند أحمد ابن طولون فسجناه سنة كاملة بحجة أن لديه أموالا كثيرة، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تعهد بدفع 20,000 دينار فخرج من السجن. ولما لم يكن لديه قيمة الغرامة دفع له الأساقفة والشعب نصفها. ثم مات أحمد وتملك بعده ابنه خمراوية، فاستدعى البابا البطريرك وطيب خاطره ومزق سق الغرامة. ولما أراد الرب أن يريحه من أتعاب هذا العالم رقد في الرب بعد أن قضى على الكرسي المرقسي 27 سنة وشهرا واحدا و9 أيام. بركة الصلاة فلتكن معنا. آمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا أقام الرب يسوع المسيح لعازر حبيبه من بين الأموات بعد موته ب4 أيام، ولعظم المعجزة آمن به كثيرون. نسأل إلهنا الصالح أن يقيمنا معه من موت الخطية، ولربنا المجد دائما أبديا. آمين.
شليل ببرصف كيستا سيتي ريني باسي Master Lord Jesus Christ, our God, who said to us and to the disciples and holy apostles, many prophets have desired to see us in which you see and have not seen them, and to hear the things in which you hear and have not heard them. But blessed your eyes for they see and your ears for they hear. May we be worthy to hear and to act. Accord in Holy Gospel through the prayers of your saints. Pray for the Holy Gospel. For the mercy. Oskur aydan ya Sayyidna. كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب لنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجانا كلنا شفانا كلنا وقيامتنا كلنا Στάσετε μετά βοβοσείο Ακούσουμεν το Άγιο Ευαγγέλιο. Κύριε, κλούψουν από το κάταλο και να γέλιο. Ευαγγέλιο το ανανοήσμα. خافت الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل بشارة الإنجيل المعلم القديس ماري لوقا الإنجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته بن شويس وبن نوتو بن سوتير بن روتيرين يسوس بارستوس ابشير يمف نوتي اتون بيهو نفشاين بيهوفا بن نوتي بيهو من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا احفظني يا الله لأني عليك توكلت قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك مبارك هو الآتي باسم رب إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا ومالك نفوسنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم وكان يخرج شيطانا وكان ذلك أخرس فلما
أخرج الشيطان تكلم الأخرس فتعجب الجموع. وأما قوم منهم فقالوا ببعلزبول رئيس الشياطين يخرج الشياطين. وآخرون طلبوا منه آية من السماء يجربونه، فعلم أفكارهم وقال لهم كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وبيت منقسم على بيت يسقط. فإن كان الشيطان أيضا ينقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته؟ لأنكم تقولون أني ببعلزبول أخرج الشياطين. فإن كنت أنا ببعلزبول أخرج الشياطين فأبناءكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاتكم. ولكن إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. حينما يحفظ القوي داره متسلحا تكون أمواله في أمان، ولكن متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح النجس من الإنسان يكتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحتان، وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيته الذي خرجت منه، فآتي ويجده مكنوسا مزينا. ثم يذهب ويأخذ سبعة أرواح أخر أشر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. Sophia Theopros Homen, Kiria Lyson, Kiria Lyson, Genomith Meal. نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاس بونتي لأن مخبرا قام بين الموات في اليوم الثالث كما الكتب أصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وقد نيت في مجدي الذي لا حي ولا موات الذي لا اسم فيه انقضاء. نعم من الروح القدس الرب المحب فاسكن الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب ناطف الأنبياء في ساحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معه دي واحد المغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين. أخطيت يا أبا أخواتي سامحوني. شلين بروسف كيستاسيتي رني باسي تطمني وماتي
الدائم إلى الأبد الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الأب الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى لا ملاكا ولا رئيس ملائكة ولا رئيس أباء ولا نبيا ائتمنته على خلاصنا بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء ما خال الخطية وحده وصرت لنا وسيطا لدى الآب والحاجز المتوسط نقضته والعادة والقديمة هدمت صالحت الأرضين مع السمائين وجعلت الاثنين واحدا وأكملت التدبير بالجسد وعند صعودك إلى السماوات جسديا إذ ملأت الكل بلاهوتك قلت لتلاميذك ورسلك القديسين سلامي أعطيكم سلامي أنا أتركه لكم هذا أيضا الآن انعم به لنا يا سيدنا صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب الله بمسرتك يا الله قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر اللابس الموت واجعلنا مستعقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة كي ننال بغير طرح في دينونة من موهبة غير المات السماء بالمسيح يسوع ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة
يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا على الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصر. الرب معك جميعكم، مع روحك أيضا. ارفعوا قلوبكم هي عند الرب، فلنشكر meet and right truly indeed it is meet and right. Oh you the beam master Lord God of truth beam before the ages and reigning forever, who dwells in the highest and looks upon the lowly, who has created the heaven, the earth, the sea, and all that is therein, the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ, by whom you have created all things visible and invisible, who is seated upon the throne of his glory, and who is worshipped by all the holy power. You have seated, stand up. Before whom stand the angels, the archangels, the principalities, the authorities, the thrones, the dominions, and the power. Look towards the east. أنت الذي يقف حولك الشاروبين ممتلئون عينا والسرافيم ذوي الستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائل نونسيت. الشروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدون صارخين قائلين قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان
قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبياك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم وذكرنا بكيمان أن تتزوز of salvation He granted other person high through water and spirit He made us unto himself and a simple people and sanctified us by your Holy Spirit He loved his own who were in the world and as the ransom on our behalf gave himself up unto this which reigned over us whereby were bound our souls in account of our sins. He descended into Hades through the cross. وقام من الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر في اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد حسب أعماله السر العظيم الذي للتقوى لأنه في مواراسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين ونظر إلى فوق نحو السماء لك يا الله أبا وسيد كل أحد وشكر وباركه وقدسه منهم من ونعترف ونؤمن
وقسمه وأعطاه لتلاميذ القديسين ورسل أطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري. Likewise, also the cup after supper he mixed with wine and water, and when he had given thanks, Amen. He blessed it, he sanctified it. Also to his own sanctuary, this high and holy apostle saying, take, drink of it, all of you, for this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many to be given for the remission of sins. This do in remembrance of me. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموت وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن أجي. نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهور السانرات من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعداء نسألك أيها الرب إلهنا نحن عبيدك الخطاه غير المستحقين نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة ويطهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقدسيك ننصت آمين
تجعله جسدا مقدسا له. آمين آمين. وهذا الكاس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح يعطى لغفران الخطايا وحياتنا أبدية لمن يتناول منه. نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة دانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا ينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى يا رب رحم الرعاء اضبطهم والذين يرعونهم ثابتهم عطيبها للإكليروس نسكا للرهبان والراهبان يا رب رحم طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجان رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء يا رب رحم دعاء للفضلاء معونة للمساكين سترنسن زا إلدر سيتشايستن زا يارن Restore the unbelievers, may the schisms of the church cease. حل تعاظم أهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا تناول من قدسك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواح لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. أذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. صلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية الأرثوذكسية يا رب ارحم هذه التي اقتريت لك بالدم الكريم الذي مسيحك فظهر بالسلام وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها أولا أذكر رب باتريركنا المكرم رئيس الأساقف الباب الأنبا تودروس الثاني وأخويه الروحيين ماري إغناطيوس إفرامي الثاني باتيارك أنطاكيا أبونا متياس الأول باتيارك إثيوبيا. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا باتيارك ورئيس أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية وأخويه الروحيين ماري إغناطيوس إفرامي الثاني باتيارك أنطاكيا وأبونا متياس الأول بطريرك أثيوبيا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين رب ارحم those who write the hand of the word of truth with him grant them and holy church to shiver flock in peace. أذكر يا رب القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامسة والقسوس والشمامسة والإبزياكونيين وسبعة غماط كنيسة الله. يا رب ارحم
وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهرت كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أنت رحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله الآب ضابطا. اذكر رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديرة أبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وأسار المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. يا رب والساكنين فيها بإيمان. شعبك 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 وكنيستك يطلبون إليك وبك معك إلى الآب قائلين جنائن 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 افنوت افيوت ببنتو كراتو جناين 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 نفنوتي بن سوتير جناين 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 نفنوت و ناينان يا رب رحام ارحمنا 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 يا الله الآب يا ضابط شعبك بوحدانية القلب اعطي طمانينا للذين في العالم مزاجا حسنا للها تفضل ربه السماء وثمرات الأرض ومياه النهر والزرع والعشب ونبات العقل في هذه السنة باركها. اطلبوا عن صعود مياه الأنهار والزروع والعشب وأهوية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم لكي المسيح إلهنا يسعدها كمقدارها ويفرح وجه الأرض ويباركها لكي تنمو وتكثر بثمرة عظيمة ويعطي النجاة للدواب ويتحنن على جبلته التي صنعتها يداه ويغفر لنا خطايانا. يا رب رحام يا رب رحام يا رب ارحام. أسعدك مقدارك نعمتك فرح واك الأرض اللي روح عرسها وتكسر أسمار عدة للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق
باركك لي لسنا بصلاك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد املا قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا استكون لنا الكفايه في كل شيء كل حين نزداد لعمل صالح شفاء للمرضى راحة للمعوزين يا رب رحم إطلاقا للذين في السبي قبولا للأيتام مساعدة للأرامل المتضايقون اكفهم بالخيرات الساقطون أقموا القيام ثابتهم Remember those who have fallen asleep accepted yourself with the prayer of the confessor الخطاة الذين تابوا عدهم مع مؤمنيك مؤمنك سمع شهدائك الذين ها هنا اجعلهم متشبهين بملائكتك ونحن أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير مستحقين اقبلنا إليك يا رب رحم يا رب رحم يا رب ارحم اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها أن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد أن نشترك بتذكار قديسك تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضك منذ البدء أبانا الأطهار وسائل الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح صدقين الذين كاملوا في الإيمان وبالأكثر قديس المملوء مجدا العذراء كل حين واردة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق الصابغ والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء ونازل الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد The Patriarch San Severus, our teacher, Dioscorus, Saint Athanasius, the Apostolic, Saint Peter, the Holy Martyr and High Priest, Saint John Chrysostom, Saint Theodosius, Saint Theophilus, Saint Demetrius, Saint Cyrus and Basil, Saint Gregory the Theologian, Saint Gregory the Wonder Worker, Saint Gregory the Armenian,
318 estimated Nicaea, the 105th at Constantinople, and the 200 at Ephesus. أبان الصديق العظيم الأنبا أنتونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يؤنس القمس أبانا أنبا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموي وحسقيا التلميذ وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهاد والقول القديس أنبا موسى ويحنس كمال قيس Our Father Abba Daniya Zahigumina Our Father Abba Isdur Zabris Our Father Abba Bachum of Zikununia and Seodor his disciple Our Father Abba Shnuz Arshimani Daraitan Abba Wisa His disciple أبان أنبا نوفير وأبان أنبا كراس أبان الأنبا صاموين المعترف والأنبا إبراهام أسقف الفيوم والجيزة والبابا كيرلس السادس والأرشين ياكن حبيب جرجس أبونا القمز بشوي كامل وأبونا الراهب يوستوس الأنتوني وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطاركة القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا كل أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا هو فلن أسليب عن ريبوز إن فايس أوف كرايس الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح Oh.
القدوس تفضل يا رب. نيح نفس مثلث الرحمات نيافة الأنباء بموارا إيز درمال يجرجز بالخطاطبة، وأيضا نفس أبونا المتنيح القمص مكاريوس وهبة في فردوس النعيم، وأيضا المرحوم جورج جميل مرحوم عفاف أرمية مرحوم جرجس جرجس متبر جريت ناشد سيسيل سعد ميشيل شحاتة أنطوني شحاتة نسيم شحاتة مجدي ميخائيل هيام عبدو إبراهيم دميان موسى جودة مونيس نصر الله ثروت جورج اسكندر مرحوم فهمي مرجان نيكولا كناجي صوفي كناجي أكرم بطرس أشرف بطرس حليم جرس سميرة رزق الله. تفضل يا رب نيح نفوسهم جميعا في حضن أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب علم في موضع قدر العلماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. اطلبوا عن آبانا وأخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء آبائنا القديسين رؤساء الأساقفة آبائنا الأساقفة ومعهم نفس روح مثلث الرحمات نيافة الأنبابيم ورئيس دير ماري جرجس بالخطاطبة في ذكراه السنوية آبانا القمامسة ومعهم نفس أبونا المتنيح القمص مكاريوس وهبة آبانا القصوص وأخوتنا الشمامسة آبانا الرهبان وآبانا العلمانيين وعن كل النيح كل المسيحيين الذين ذكرت أسمائهم في المذبح لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم ونحن أيضا يصنع معنا رحمتان ويغفر لنا خطايانا يا رب. رحم كيريا ليسون أولئك أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان أحفظنا في إيمانك ونعمنا بسلامك إلى التمام كي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجن ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس Oh.
محب البشر الصالح محيي أنفسنا يا الله الذي سلم ذاته عن خلاصنا من أجل خطايانا الذي بكثرات رحمته حل عداوة البشر بمنجنس النوت بيدك خنكم فم بفيوت يا رب بارك الذي
عطاء تلاميذه القديسين ورسل أطهار في ذلك الزمان. الآن أيضا يا سيدنا أعطينا وكل شعبك يا ضابط كل الرب إلى هنا. آمين آمين. صلوا السلام لجميعكم ولروحك أيضا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم، علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس، علمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، إذ قال إن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة. Fasting and prayers are those which raised Elijah to heaven and save Daniel from the lion's den. Fasting and prayers are those which Moses pursued until he received the law and the commandments written with the finger of God. Asum wassalah هما اللذان عمل بهما أهل نينوى فرحمهم الله وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم. Fasting and prayer are those which the prophets pursued and prophesied concerning the advent of Christ many generations before his coming. Fasting and prayer are those which the apostles pursued. They preach it to all nations, admit them Christian, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الشهداء حتى سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصديقون والأباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض
من أجل عظام محبته في الملك المسيح. وأيضا فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر كي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدلة بغير خوفنا ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين خيم بخريستو أوس إيسوس بي Toski falasimon to kreio iklinati bros khomen theo metavo vo a اللهم حالنا وحال كل شعبك نعمنا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء مضاد امنحنا أن نصنع مرضاتك كل حين أذكر بسلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أبينا البابا البطريرك الأنبا تودروس الثاني أذكر رب الخدمة والخدام باركنا بكل بركة سماوية جميع يا رب الشعب الحاضر في مثل هذا الصباح الموجودين معنا في هنا في الكنيسة وفي البيت في كل مكان باركم بركة هذه الأيام المقدسة احفظنا في اسمك القدوس المرضى اشفيهم والحزان عزيهم والمتضايقين في قضيقاتهم كل من له طلبة خاصة في هذا الصباح باركنا بركة من القديسة العذراء مريم وبركة الأنبا مكاريس والأنبا كراس والبابا كولوس وجميع الشهداء والقديسين اكتب أسماءنا مع صفوف قديسيك في ملكوت السماوات بالمسيح يا رب اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها مستحقا ومع روحك ننصت بخوف الله آمين آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدس القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوسنا الروح القدس امين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين ايرني باسي نعماتي سو جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الله هنا امين مقدس وكريم وجسد ودم حقيق ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين جسد ودم عمانوئيل إلهنا
هذا وبالحقيقة أمين. أمين تناهتي. أمين أمين أمين. أؤمن 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 وأعترف إلى النفس الأخير. هذا وجسد المحل الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والد إلى القديسة الطاهرة مريم، واجعله واحدا مع لاهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي، سلموا عنا على خشب الصليب المقدسة بإرادة واحدة عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لاهوت لم يفارقنا سوت لحظة واحدة ولا طرفة عين. Given for us for salvation, remission of sins, and eternal life to those who partake of him. يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا وبالحقيقة أمين. أمين أمين أمين. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب ارحم.
بارك الآتي باسم الرب. بارك الآتي باسم الرب. اسمو ويروف خيم بيتاجرو انت تفقو مالليلو يا ايسوس بخريستوس ارنستفين اهريجو إنه منه ونمه من إيجو سبحوا الله في جميع قديسي هللو يا هللو يا يسوع المسيح صنع عنا 40 يوما و40 ليلة سبحوا في جلال قوته هللو يا المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة سبح على مقدرته هللويا هللويا يسوع المسيح صام عنا 40 يوما و40 ليلة Hallelujah, Jesus, Christus, Shiri, Emeveno, Jesus.
انصم هو حصني غير مهدوم خير لك بألا تخطئ للديان وإن أخطأت من فعل الشيطان إبك إبكي واندم على السيئات تب يا إنسان ولو من الآن واخشى من يوم عصب الميزان يتركوك لإخوة والخلان ولا يعينك وقت الضيق تبال الرحمة للمساكين فذي الرحمة حل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم دين ويحل بروح قدس فيهم تأمل في الابن الشاطر كما قال ربك القادر ونص المثل عندك حاضر اسمع قول رب القوة جل الإله في إنجيله قال إنسانا كان له ابنا جاء الأصغر لأبيه وقال أعطيني نصيبي كم بينهم حين قسم المال على أولاد الاثنين بكمال جاء الأصغر لأبيه وقال أعطيني نصيبي في الميراث حكم بينهم حين قسم المال على أولاد الاثنين بكمال أخذ الأصغر منهم وقال يبدده بعيش الزلة تبال الرحمة على المساكين فللرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم حين بذر ماله صار فقير من الصالحات عريان هو حقير فحدث في كورة جوع كبير وقلت الفضائل والخيرات خرج وانقطع إلى إنسان من تلك الكورة وهو الشيطان والكورة هي الدنيا ببيان ومرعى الخنازير هي السيئات زله وأرسله يرعى الخنازير جعله خادم في الخطايا أجير ومن الإيمان صار فقير وهو يأكل خرنو بالزلات طوبى للرحمة على المساكين فن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل الرحمة ذو الغناء الرب ليلى لما خلقوا سطروا بغنى والعقل والحرية قد أعطى حتى يداوم في فعل الصالحات رد العطايا كالبطرا أسلم نفسه لإيدين الشيطان عدم الفضائل وصار جوعان منفيا من فعل الصالحات زاد شوقه أن يملأ بطنه ومن الخرنوب يشبع بدنه من فعل الخطايا خب ظنه ولا عند أبي وجد الخيرات طوبى للرحمة على المساكين فللرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بر
صار وفكر عقل فطن وقلب بيت أبي لي موطن وديار الشر صار لي وطن أخدم فيه واصنع الزل شورة أبي لم أسمعها وما شورة الشر أقبلها الخطية حلوة في أولها وآخرتها تعب وحسرات صابران في جوع وألم وكمل أبي محسوب خادم يفضل عنهم خبز الطعام وأنا انت بسم الرب وأنا هنا في جوع الزلات طوبى للرحم على المساكين فن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم أصابتني الخطايا والأهوال وأنا أسرع لأبي في الحال أمضي وأقول له أقول أخطأت قدامك وفي السماوات ضليت ونسيت أحكام عدلك ولا أستحق أن أدعى ابنك اجعلني مثل أجير عندك فقام ومضى لأبي بثبات طار الخروف من فم الديب ومن بعد جهلته صار لبيب والخاطئ وجد حظا ونصيب بالرضا والتوبة مزلت طوبى للرحمة على المساكين فن الرحمة تحل علي والمسيح يرحمهم في يوم ويحل بروحهم طبيب النفس والأجساد احتطنوا وفي حبه زاد لما رجع له بالاستعداد أنعم علي بكل الخيرات أظهر له فضل وإحسانه حين قبله عظم شأنه وردوا إلى تك سلطانه من بعد أن عدم كل السلطات على عابد قد صحب الصوت ابني كان أمس مقتول بالموت أتلو من ندي بالممقوت العدو الشيطان بغض الصالحات طوبى للروح للمساكين فن الرحمة تحل عليهم والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم على ابني أنا رحم ورؤوف أنزل كالمطر الصوف وأنا باقي لرب وتؤلف وأتاني لنقي من الزلام غيب عني مدة وزمان كان قد غربوا مني الشيطان واليوم جاني باكي وندمان فكيف لا أفرح بغاية الفرحات فتح باب البكاء والنوح فكيف لا أفرح بي وكن مشروح للقائه أنا بابي مفتوح أقبل ورحم أهل التوبة أمين Oh, angel of this sacrifice flying up to heaven with these hymns, remember us in front of our Lord to forgive us our sins. يا ملاك هذه الذبيحة الصاد العلو بهذه التسبحة اذكرنا قدام الرب ليغفر لنا خطايانا المجد لله في سوما توس كيما توس مونو جاني ثئو ميت على ونتي سفتو افخارستي سو من دوك سابتري كي يوكي اجيو بنيف ماتي سوما توس كيما توس مونو جاني ثئو ميت على ونتي سفتو افخارستي سو
Kenin kai ke sosiona stoni uno namin pai bebi somanim bis noventi bimono geni senoti naetane chi evolen hitu parin chebe moten tot fmarin hos nemni angelos nemni tamanti vishi sine mkhrozenti nismi no shevolen goemus beta verneste binere yegon ne one mene gor شوبت إروكس تنستيا كون أني بولن إن أنو مي هيتن نتب نمني دي برزوية انتن دا شويس إن بماري سوتي أمون أمون أينان كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا فلوغيس نزمو إرويس مو إرويس سيمين تانيا كوني أبو بمي أسمون يا ملك السلام أعطينا سلام قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا جاسوك تتيقوم نبيونا باسمنا أنبياء ما يشايني آمين اللهم اجعلنا مستحقين كل بالشكر يا أبانا الذي في السماوات كل مرة وانتم طيبين. النهاردة الجمعة العظيمة عند أخواتنا الكاثوليك والجمعة بتاعتنا العظيمة لسه معنا شهر كمان فبتبقى بركة كبيرة جدا يعني. كل سنة وانتم طيبين وكل العالم المسيحي في كل مكان طيب وربنا يعيد عليكم الأيام بخير وربنا يديم محبتكم ويديكم الصحة. مواعيد الكنيسة زي ما هي مفيش تغيير السبت والحد من الساعة 8 صباحا وطول الأسبوع طبعا قداسات يوم الاثنين في قداس من الساعة 9 للساعة 11 الاثنين والثلاث الجمعة الجاية إن شاء الله هيبقى 27 برمهات ودي تبقى عيد نياحة أبو مهار. يعني الجمعة الجاية هنحتفل بعيد نياحة القديس أبو مهار. هو دايما بيجي 27 برمهات ولكن عيد القيامة كان بيجي 29 برمهات فكان بيناسب اللي هو الجمعة العظيمة عشان اللي هو قبل العيد بيومين يبقى الجمعة العظيمة جمعة وسبت وحد. فيوم 27 برمهات السنة دي علشان النتيجة متغيرة شوية فهو جاي لنا كده الواحد وكده فاحنا نعمل قداس يوم الجمعة عادي ونحتفل بأبو مهار إن شاء الله الأسبوع الجاي الجمعة الجاي. القداس عادي من الساعة 9 للساعة 11 ونص. كل سنة وانتم طيبين. محبة الله الآب ونعمة وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام. سلام الرب يكون معكم. القربان يا شباب القربان. القداسات كل يوم من الساعة 9 صباح ما عدا يوم الخميس من الساعة 5 مساء لساعة 7. يعني الناس اللي بتحب تصيح امبارح كان زي يوم كبير بصراحة.